الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 93% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 257 مليار دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 275,665,912 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية وبذات السعر للحوالات الخارجية. وذهبت معظم المبيعات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 257,755,912 دولارا. كشف مصدر مالي في وزارة المالية بحكومة كردستان العراق عن أن عدد الموظفين في كردستان الذين قاموا بتوطين رواتبهم ضمن مشروع حسابي بلغ 245,000. وقال المصدر إن الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من البنوك وعبر بطاقة حسابي هم 75,230 شخصا. وأضاف أن أغلب الموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم في البنوك الأهلية، فيما قام 20,000 موظف في كردستان العراق بتوطين رواتبهم ضمن المصرف العراقي للتجارة. اشتكى العراقيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار في بغداد وبقية المحافظات، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم وارتفاع الطلب على المواد الغذائية خلال هذا الشهر. وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 إلى 750 دينارا، وأبدى المواطنين امتعاضهم من جعل شهر محرم ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا وأنه شهر طقوس دينية لا يجب استغلاله للتربح. ويقترن ارتفاع الأسعار أيضا بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة. قال خبراء اقتصاديون إن إيران وقعت اتفاقية مع تركمانستان لمد شبكة الأنابيب لتوريد الغاز بعد نحو 8 أشهر من توقيع العراق اتفاقا مشابها مع تركمانستان لاستيراد الغاز المطلوب لتشغيل محطاته الكهربائية. وأضاف الخبراء أن هذا الاتفاق سيدفع العراق بموجبه لشراء الغاز التركمانستاني، وأن هذا الاتفاق يحمل الكثير من علامات الاستفهام، حيث سيشتري العراق الغاز التركمانستاني لصالح إيران، لكنه لن يستلم هذا الغاز بل سيذهب إلى إيران. بالمقابل تورد إيران غازا بنفس الكميات إلى العراق من حقولها. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.